تمام يا مستر عمرو، بس احنا ايه علاقتنا بالموضوع بالظبط؟ البرنامج اللي هيقدمه مازن اسمه كلام رجاله، يعني من نفس نوع البرنامج اللي انت بتقدميه احلام، بس في الاتجاه العكسي. طبيعي انه يقلدنا، احنا برنامج ناجح ودي مش اول مره. بس حضرتك لازم تبقى عارف ان التقليد عمره ما بيكسب، الاصلي بس اللي بيكسب. يا خديجه ما تقلليش من حجم مازن. انا ما بقللش منه خالص، انا بحطه في حجمه الطبيعي. لا يا خديجه، مش هو ده حجمه الطبيعي، بدليل ان الراجل جاي عايز ينتج البرنامج لحسابه ويجيب عليه اعلانات ويشيل الشغل ده كله واحنا ناخد فلوسنا على الجاهز. طب دي حاجه حلوه جدا، يعني انتوا والمذيع الناجح ده متفقين مع بعض ومبسوطين. انا ايه علاقتي بالموضوع حضرتك؟ يا احلام، انتوا ولاد المحطه ومن واجبي ان انا انبهكم. تنبهنا لايه بالظبط يا استاذ عم؟ انا خايف البرنامج بتاع مازن يسحب الاعلانات من عندكم وهي اوريدي ضعيفه، وكده يبقى البرنامج بتاعكم في خطر. واتمنى ان حلقه النهارده تطمني ان ده مش هيحصل. واضح؟ طب بعد اذنكم. عن اذن حضرتك. اوعي كلام عمرو عن مازن ده يكون هزك ولا افقدك ثقتك بنفسك. انت احسن من 20 واحد زي مازن ده. ما تقول لها حاجه يا زياد. هي لا حق تخاف يا ديشة بصراحة. ليه إن شاء الله؟ تخاف من إيه؟ مش بتعمل حلقة عن الخوف، لازم تخاف. والله والنبي ما حساني إن أنا مجنونة مثلا، بارانويا. يا سلام. لا يا حبيبتي، أنت مش بارانويا، بس عايزين بقى نرمي شوية الخوف دول ونعمل حلقة بقى جامدة بتقدمها أحلى وأرق وأجمل مذيعة وما يهزهاش أي حاجة في الدنيا. ده بتثبتني صح؟ بحاول. موافقة. شفتي؟ نفس الكلام أهو. بس طوب نازل من بقك وعسل من بقك. بقول لكم انتوا الجوز، انا ماليش في شغل الدلع ده، امشي نجري على الاستوديو واشتغلي، بلاش قله ادب. خلاص خلاص خلاص. يلا. هو في مديرين بيبقوا عاملين كده. بقول لك ايه، لو خفتي بصي لي، تاكدي ان الخوف مش هيبقى موجود خالص. يا خلاص يا قلبي.